السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا مع كتاب الفقه الميسر ومع أبواب فقه الصيام، واليوم إن شاء الله نأخذ الباب الثاني. والباب الثاني من أبواب فقه الصيام، باب في غاية الأهمية، لأنه بيتكلم عن الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. فهذا الباب يعتبر أغلب الأسئلة، أغلب الاستفسارات، أغلب الإشكالات غالبا ما تكون داخل هذا الباب، فننتبه لهذا الباب. فيقول الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. يعني أتكلم عن المسألة الأولى عن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، والمسألة الثانية عن المفطرات. إحنا لما عرفنا الصيام المرة الماضية قلنا أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، ده تعريف الصوم، وهذا الصوم فرض واجب. إذن فلا يجوز للمسلم أن يفطر في شهر رمضان إذا كان مكلفا إلا بالأعذار التي يبيحها الشرع. يعني إذا سلمنا إن إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، إذن فليس لمسلم أن يفطر ولا أن يترك الصوم في شهر رمضان إلا بعذر، وهذا العذر الذي يبيحه له هو الشارع المشرع سبحانه وتعالى. يقول المسألة الأولى في الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، قال: يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية. أول هذه الأعذار قال: المرض والكبر. المرض والكبر، المرض المقصود به إنسان مريض، هذا يباح له الفطر في رمضان. وكذلك الكبر، الكبر الإنسان إذا بلغ من العمر مبلغه، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم، كبر هو عن الصيام، فماذا يفعل؟ هذا يفطر، وكما سيأتي بعد ذلك أنه يطعم عن كل يوم مسكين. ودي مسألة مهمة جدا، كثيرا من آبائنا وأمهاتنا، أسأل الله جل وعلا يبارك في أعمار من بقي ويرحم من توفاه الله، يعني ممكن أن هو يصل لمرحلة لا يستطيع الصوم، لكنه يجبر نفسه على الصيام، يجبر نفسه على الصيام ويقول: أنا لم أتعود على الفطر. أولا جزاه الله خيرا، لكن هذه رخصة كما سيأتي. وكذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنس بن مالك رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفطر في شهر رمضان في آخر سني عمره، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بلغ من العمر عتية فلم يستطع أن يصوم. يقول: فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. طيب، خلينا نقسم هذا الجزء إلى ثلاثة مسائل. هو بيقول العذر الأول المبيح للفطر المرض والكبر. هنقول المرض هنقسمه لنوعين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. يعني إيه مرض يرجى برؤه؟ إنسان والله دخل عمليات مثلا في شهر رمضان، تعب في يوم أغمى عليه ولا كذا، يبقى ده مرض وسيزول بإذن الله تبارك وتعالى. النوع الثاني إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه، يعني واحد مثلا عنده السكر، أسأل الله يعافي في المسلمين، ووصل لمرحلة أنه ما يقدرش يصوم. طب لو أفطر هيقدر يصوم بعد كده؟ الأغلب الأعم لا، الأغلب الأعم أنه لا يستطيع الفطر. إنسان مريض مثلا كبد ولا مريض كده، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم، طب لو أفطر هل سيستطيع الصوم بعد ذلك؟ الأغلب الأعم أنه لا يستطيع الصوم بعد ذلك. يبقى ده اسم مريض مرض لا يرجى برؤه. النوع الثالث أو المسألة الثالثة في الكبير، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام. يبقى صار عندنا ثلاثة صار عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى المريض مرض يرجى برؤه، هذا يفطر ويقضي بعد ذلك، يبقى يفطر، أفطر مثلا هو 3 أيام 5 أيام 10 أيام،
وبعد ذلك يقضي هذه الأيام متى يتيسر له بإذن الله تبارك وتعالى. طيب النوع الثاني، المريض مرض لا يرجى برؤه، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، سيأتي الكلام في الإطعام. والرجل الكبير والمرأة الكبيرة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي. يقول: فإذا برئ، اللي هو يبقى النوع الأولاني، المريض مرض يرجى برؤه، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. بالمناسبة قضاء الأيام لابد أن يكون قبل شهر رمضان الذي بعده، يعني رجل أو امرأة أفطر بسبب مرض، يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل رمضان الذي بعده. سيأتي كذلك في مسألة الحيض والنفاس أنه يجب على المرأة أن تقضي هذه الأيام قبل رمضان الذي بعده، ولا يجوز لها تأخير هذا القضاء إلا لعذر، سيأتي الإشارة إلى هذه العذر. قال: لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى الله سبحانه وتعالى قال لهذا الصائم فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يبقى المرض عذر يبيح الفطر. يقول: وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: والمرض الذي يرخص معه في الفطر في رمضان هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. هل أي مرض يمكن للمريض أن يفطر بسببه في شهر رمضان؟ لا، المرض الذي يشق على الصائم الصيام في شهر رمضان بسببه، يعني لو إنسان مثلا عنده ألم في رجله قدمه، هذا الألم هل له علاقة بالصيام؟ لا، إلا لو هياخد دواء يحتاج لأخذ العلاج، ففي هذه الحالة ممكن أن يفطر ويقضي بعد ذلك. لكن لو كان الألم في قدمه وهذا لا يؤثر في الصيام، يبقى إذن فلا يجوز له الفطر في شهر رمضان. يبقى أي مرض الذي يفطر الصائم بسببه في شهر رمضان هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. يبقى ده النوع الأولاني، وهو المريض مرض يرجى برؤه. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، هم هنا حط المريض مرض لا يرجى برؤه، وكذا العاجز عن الصيام بسبب الكبر، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا منه عند العذرين. يعني إيه المسألة دي؟ أول فرض الصيام قال الله عز وجل في كتابه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية دي معناها إيه؟ كان في أول فرض شهر صيام شهر رمضان كان من يستطيع الصيام يصوم، وكذلك من يستطيع الصيام ولا يريد أن يصوم كان يفطر ويطعم كل يوم مسكين. يبقى كان في أول الأمر كان صيام الشهر غير فرض، كان بيسموه كده واجب مخير. مخير يعني إيه؟ هو مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نزلت الآية التي بعدها اللي فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار واجب الصيام ولا يجوز له الفطر إلا من عذر، إلا من عذر. طب الإنسان الذي أفطر بسبب العذر، إذا كان هو أصلا لن يستطيع أن يقضي هذه الأيام، سبب عدم استطاعته للقضاء قلنا إيه؟ شيء من اثنين: إما أن يكون مريض مرض لا يرجى برؤه، يعني المرض مستمر معه، وكذلك الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، لأن كل سنة يزداد كبر، فهذا لا يستطيع القضاء، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طب مقدار الإطعام قد إيه؟ الصحيح أنه نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، نصف صاع. يعني احنا لو قلنا صاع الأرز اللي احنا بنخرجه في زكاة الفطر وزنه 2 كيلو 800 جرام، يبقى نصف صاع تقريبا كيلو 400 جرام أو كيلو ونصف أرز عن كل يوم. ده لو هو هيخرج الطعام
من هذه الحبوب. طب لو هيخرج الإطعام طعاما، كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يعد الطعام، يطبخ ويأتي بالفقراء فيطعمهم. يعني مثلا هو نفترض أفطر 5 أيام، فيجيب 5 فقراء يعمل لهم غدا أو إفطار في رمضان، يبقى هو كده أطعم عن 5 أيام، وبعد كده كلما مر عليه عدد من الأيام يأتي بعدد من الفقراء فيطعمهم. هذا جائز وهذا جائز. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، لم يستطع الصيام، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقلنا المسألة دي للأسف يعني كثير من أبائنا أمهاتنا بسبب عدم علمهم بالشرع في هذا الباب، فنجد أنهم يشقون على أنفسهم، هو مش قادر يصوم، أو هي المرأة الكبيرة جدا مش قادرة تصوم ومع ذلك تشق على نفسها. أحد الإخوة أمه جاوزت 90 رحمها الله، وكانت مع ذلك كانت حريصة جدا على الصيام ولا تترك الصيام أبدا، لدرجة أن هي ممكن يغشى عليه ومع ذلك لا تقول لا مش هفطر، هذه شقت على نفسها. الأصل أنها طالما لا تستطيع الصيام لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، وليست هي بأفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج أن نعلمها. يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، قال: فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع 2.25 كيلو تقريبا. طبعا هو حسب الصاع هنا على البر اللي هو القمح، احنا بنحسبه على الأرز اللي هو 2 كيلو 800 جرام، فيكون الإطعام عن كل يوم 1.125 كيلو تقريبا. هو قلنا حسبه على البر، احنا لو حسبناه على الأرز يعتبر 1.4 كيلو تقريبا. قال: هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. دي مسألة جميلة، يعني المريض هذا الذي يشق عليه الصيام لو صام صح صيامه وأجزأه. سبب المسألة دي إيه؟ إن هيجي لنا بعد كده أن المرأة الحائض والنفساء لو صامت تأثم، مش هنقول صح صيامها وأجزأها، لا، ليس كل الأعذار يصح معها الصوم. يبقى هذا هو العذر الأول المبيح للفطر في رمضان. يقول: العذر الثاني السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولاحظوا هنا مسألة احنا دايما بنتكلم عنها، إن هو بيقول الصائم يباح له الفطر، ما الدليل؟ الدليل إن احنا قلنا كده، ولا الدليل إن هناك نص من القرآن أو من السنة؟ الدليل النصوص، الدليل النصوص، نحن نتعبد لله عز وجل بالنصوص. عشان كده ستجدون في هذا الكتاب المبارك أنه لا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: السفر، يبقى السفر يبيح للمسافر الفطر في رمضان. طيب، يقول: ولقوله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ذكر الدليل من القرآن والآن بيذكر الدليل من السنة. قال: لمن سأله عن الصيام في السفر قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول: وخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الكديد مكان بين مكة والمدينة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان أفطر، وكان يفطر بعد ذلك، فالصحابة علموا أن الفطر للصائم في شهر رمضان رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. طب أي سفر الذي يباح فيه الفطر في رمضان؟ أي سفر؟ قال: ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة. يبقى يباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة. دي مسألة مفترض مرت معنا في كتاب الصلاة في القصر والجمع، مرت
قبل ذلك أيضا في كتاب الطهارة في مسألة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بليلهن وللمقيم يوم وليلة. طيب أي سفر هذا؟ يقول وهو ما يقدر ب48 ميلا، أي حوالي 80 كيلو مترا. ده كلام الشيخ هنا بناء على ما رجحه هنا، والأقرب والله أعلى وأعلم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نقصر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، يعني 3 فراسخ يعملوا 9 ميل هاشمي، والميل الهاشمي يعمل تقريبا 3 كيلو، ميل الهاشمي مش الميل الإنجليزي، يعمل تقريبا 3 كيلو، يعني الفطر تقريبا يكون على مسافة قصر 27 كيلو متر. هذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. على كل أنا أعلم مسألة اجتهادية فيها خلاف واسع جدا عند الفقهاء، فأنا أقول أيا كان، فأنا القول الذي أقول به طالما هذا السفر يصح فيه قصر الصلاة إذا فيصح فيه الإفطار، سواء كان هذا السفر فيه مشقة أم لا. دي مسألة مهمة، يعني لو السفر ما فيهوش مشقة ينفع أفطر؟ نعم، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى له أن يفطر ويقضي هذه الأيام بعد ذلك. لكن سؤال، أيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ الأيسر بالنسبة له هو الأفضل. الأيسر هو الإيه؟ الأفضل. أحيانا يكون الصيام أفضل أيسر. ليه؟ يقول لك أصوم مع الناس والناس في شهر رمضان نفطروا مع بعض وكذا، والسفر ما فيهوش مشقة كبيرة، فالصوم أيسر، يبقى بالنسبة له هذا هو الإيه؟ الأفضل. طب لو السفر فيه مشقة شديدة وهيشق عليه الصيام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يظلل عليه من شدة الحر، يعني أجهد لدرجة أنه تقريبا أغشي عليه، فسأل عنه في سفر فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يبقى نستفيد منه أن لو كان الإنسان هيشق عليه جدا الصيام فالأولى أن يفطر. يبقى أيهما أفضل، الفطر أم السفر أم الصيام؟ أفضلهما أيسرهما، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يقول والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. دي مسألة جميلة. لو واحد مسافر لأوروبا عشان يتفسح، هل هذا السفر جائز؟ غير جائز، لأن غالبا ما يتعرض لكثير من المحرمات كالسياحة وغيرها، هذا مما لا يجوز، وإنما لا يجوز له السفر إلى هذه البلدان إلا لغرض شرعي كتداوي علاج أو لتعلم أو لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو تجارة أو غرض من هذه الأشياء. فالسفر عموما في الشرع إما أن يكون سفر طاعة، يعني واحد مسافر حج أو عمرة أو صلة رحم يبقى اسمه سفر إيه؟ طاعة. وإما أن يكون سفر مباح زي سفر التجارة، ماشي، سفر التجارة. فلو كان سفر تجارة مباحا أو سفر طاعة فهذا هو الذي يباح فيه الفطر في رمضان. أما سفر المعصية، واحد مسافر علشان يعصي الله سبحانه وتعالى زي ما بيعمل كثير جدا ممن يخرج للسياحة في بلاد الكفر وغيرها، فهذا لا يجوز معه استعمال الرخص. يقول وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه. المسألة دي تكلمنا عليها في مسألة المريض، المرض الذي يعني المريض في رمضان إذا أفطر يطعم كل يوم مسكين إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه أو كان كبيرا، وكذلك لو كان المريض مرض يرجى زواله فإنه يصوم أو يقضي هذه الأيام بعد ذلك. لكن لو صام صح صومه وأجزاؤه، كذلك المسافر لو صام صح صومه وأجزاؤه. قال لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وشوفوا برضو أن كل مسألة لازم يكون فيها دليل، إحنا قلنا يجوز الصيام ويجوز الفطر، والدليل قول النبي إن شئت فصم وإن شئت
فأفطر. طب لو صام صح وأجزأه؟ يقول: ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ومر معنا هذا المعنى. يبقى احنا قلنا الأفضل في حق المسافر الأيسر بالنسبة له. أيضا من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء، الحيض والنفاس. قال: فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليه الصوم. لاحظوا ان في السفر قلنا لو صام أجزأه وصح صومه، والمريض قلنا لو صام أجزأه وصح صومه، لكن المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم. بعض النساء يعني هي تقول لك أنا مش متعودة أكل في شهر رمضان، فتفضل طوال النهار بدون طعام وشراب، هذه تشق على نفسها. الله عز وجل أباح لها ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصة، ودي مش رخصة، دي رخصة واجبة. فالمرأة اللي تقعد طول النهار تعذب نفسها بالصيام، يعني هذه نقول لها يعني ينبغي لها أن تراعي الشرع في ذلك. هو بيقول هنا تفطر وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. وسبحان الله، يعني شوف الشرع رعى أن المرأة في هذه الفترة تكون مضطربة، تكون يعني غير مستقرة، فالشرع خفف عنه. لكن الصيام الذي خفف عنها تقضيه بعد ذلك. طب الصلاة؟ لا، الصلاة لا تقضيها، لا تقضيها، لأن عدد الصلوات كثيرة، فالشرع أيضا خفف عنها في ذلك. قال: ويجب عليهما القضاء، عليهما من؟ الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مسألة كثير من النساء تقول أن هي مثلا حاضت في رمضان، يأتي سؤال مثلا تقول أنا أن هي كبرت وما كانتش بتقضي الأيام اللي عليها، فنقول لها إيه؟ نقول لها قدري الأيام، هي مثلا مدة الحيض بتاعتها مثلا نفترض 6 أيام، هنقول لها مر عليك كم رمضان منذ البلوغ؟ والله مر عليها مثلا 6 رمضانات، 7 رمضانات إلى الآن. هنقول لها اضربي 6 أو 7 دي في 6 أيام، يبقى عليك مثلا 42 يوم. 42 يوم يجب عليك أن تصوميها، صومي بقى على قد ما تقدري حتى تنتهي من هذه الأيام. برضو مسألة أخرى، وأن صوم القضاء لابد أن يكون قبل رمضان الذي بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي في شهر شعبان لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليها القضاء قبل رمضان الذي بعده، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلا لعذر، لا يجوز لها تأخير القضاء إلا لعذر، ومن هذا العذر المرض، من هذا العذر الحمل والرضاع كما سيأتي في العذر الذي بعده. طيب، الأمر الرابع من المبيح للفطر في رمضان، وننتبه عشان أسئلة كثيرة بتأتي في هذا الجزء، وهو الحمل والرضاع. الحمل والرضاع. قال: فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. خافت على نفسها يعني هي حامل وتعبت، يبقى لها أن تفطر. هي مرضع وبتجهد جدا في الرضاع، فلها أن تفطر. كذلك لو خافت على ولدها، هي لو صامت الجنين اللي هو لسه حمل محتاج تغذية، فيبقى إذن فلها الفطر. كذلك لو صامت مثلا في رمضان، لو صامت في رمضان وهي مرضع مش هينزل عليها لبن والجنين هيتضرر، فلها الايه؟ لها الفطر. يقول: لما رواه أنس، لما نفهم من ده الايه؟ الدليل. لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وهذا حديث حسنه الألباني رحمه الله. طيب، الحامل والمرضع إذا أفطرتا
يقول: وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إذا خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، دي مسألة مهمة. هو هنا اختار إن هي تقضي وتطعم، وهذا القول بعيد بعيد جدا من جهة الشرع، الترجيح الشرعي. الراجح في هذه المسألة بالنسبة للحامل والمرضع كلام ابن عباس وابن عمر: المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى الحامل والمرضع أفطرت في شهر رمضان، لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، لو هي عايزة تصوم الأيام لها أن تصوم وصيامها صحيح. يعني لنفترض مثلا واحدة أفطرت في شهر رمضان الشهر كله 30 يوم بسبب أن هي حامل أو مرضع، جاءت بعد شهر رمضان بدأت تصومهم كل شهر 5 أيام، يجزئها ولا لا؟ يجزئها، يبقى هي قضت. طب لو هي مش عايزة تصوم وعايزة تطعم عن كل يوم مسكينا، فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئها، وليس عليه شيء وليس عليها شيء آخر. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشرع هنا رعى إيه؟ مسألة جميلة جدا. قالوا الحامل دي هي مثلا مر عليها رمضان اللي جاي ده وهي حامل هتفطر، طب رمضان اللي بعديها هيجي عليها وهي إيه؟ بترضع، واللي بعديها هيجي عليها وهي إيه؟ بترضع. لو هي بتتم الرضاع يبقى إذن سيمر عليها 3 رمضانات بين حمل ورضاع، يبقى هتعامل كأنها معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه. وفي هذه الحالة عشان ما يتأخرش عليها قضاء شهر خلف شهر خلف شهر، يبقى تطعم عن كل يوم مسكينة. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، وده فقه الصحابة، ده كلام ابن عباس كلام ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يعلم لهما مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر 4: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. يبقى دي المسألة الأولى التي معنا. المسألة الثانية في مفطرات الصائم، مفطرات الصائم، الأشياء التي يحصل بها الفطر. وننتبه أن كثير يعني في أشياء منها معلومة، يقول لك الأكل والشرب عمدا وكذا، لكن هناك أشياء أخرى فيها خلاف، وهناك أشياء يعني كثير من الناس يجهلها، وإحنا دورنا أن نتعلم الشرع ونعلمه للناس. قال: وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. قال: ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. قال: الأول الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نفهم من كده إيه؟ إن لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، سواء في صوم فرض أو صوم تطوع. قال: فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل اللي هو غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم. يعني أنا أكلت تذكرت أن أنا صائم، يبقى ألفظ ما في فمي من طعام أو شراب وأمضمض فمي وأتم الصوم ولا شيء علي. كذلك لو أن غيري ذكرني، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: ويفسد الصوم بالصعود. ايه الصعود ده؟ الصعود ده اللي هو زي النشوء، شيء يؤخذ عن طريق الانف. يقول: وبكل ما يصل الى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الاكل والشرب كالابر المغذيه. ناخد من هنا ان قطره الانف مفطره، لان ده منفذ من منافذ الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يبقى قطرة الأنف تفطر. وكذلك على الراجح قطرة العين، قطرة العين تفطر لو
وجد طعمها في فمه، لأن هناك قناة دمعية من العين إلى الأنف. يبقى دي الصحيح أنها من المفطرات. وكذلك أيضا بخاخة الربو من المفطرات. في نوع واحد الشيخ ياسر بيقول إن ده الحبيبة بتاعته دقيقة جدا، أقرب إلى رذاذ الهواء، فهذه لا تفطر. أما غيرها فهي من المفطرات. يبقى بخاخة الربو تفطر. طب إنسان عنده ربو وما بيقدرش يعيش من غير البخاخ، هنقول له حاجة من اتنين أو حاجة ثلاث حلول. الحل الأولاني إن ياخد النوع اللي هو الرذاذ بتاعه ضعيف جدا لا يفطر، ممكن نبقى نبعت لكم الاسم بتاعه. الحل الثاني إن يأخذ علاج في بعض الأدوية بيسموها طويلة المفعول، مدتها بتقعد أكثر من 12 ساعة، ياخدها قبل الفجر تستمر معه إلى الإيه؟ إلى اليوم الثاني، إلى بعد الإفطار. يبقى دي الدواء طويل المفعول. الحل الثالث لو لم يجد من ذلك بد، يبقى حكم المريض، يبقى يفطر ويقضي بعد ذلك متى يستطيع. يقول الثاني من المفطرات، من مفطرات الصائم، الجماع. قال يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه. طيب مسألة بس عشان ننتهي منها، لو إنسان أفطر أثناء الصيام بالطعام والشراب متعمدا، يبقى ده هنقول بدون عذر، يبقى ده هنقول يأثم ويلزمه التوبة والاستغفار وإمساك سائر اليوم. يعني إمساك سائر اليوم أن ينتهي عن الطعام والشراب، مش يقول لك أنا أفطرت خلاص بقى، لا، أن ينتهي، أن يمسك سائر اليوم، والأمر الذي بعدك أن يقضي يوما مكانه بعد شهر رمضان. يبقى ده لو إيه؟ لو أفطر بطعام أكل أو أكل أو شرب متعمدا بدون عذر. عشان مسألة بقى الجماع في نهار رمضان دي ليها حكم آخر. قال يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. مسألة دي مسألة عظيمة. الجماع في نهار رمضان كتير جدا، يجي لي واحد يقول لي والله أنا اتجوزت في أول شهر رمضان. حد يتجوز في أول شهر رمضان؟ وبعدين يجي يقول لك أفطرت مثلا في شهر ما كنتش أعرف. لا، تسأل عليك عن كل يوم أفطرته، أولا التوبة والندم، قضاء يوم مكانه، الأمر اللي بعد كده صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. ما تقدرش يبقى تطعم عن كل يوم 60 مسكينا، كما مر معنا عن المسكين الواحد نصف ساعة من طعام. طيب الدليل، قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. يعني هذا الإنسان جامع وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. خدوا بالكم عشان الكفارة هنا على الترتيب. يبقى أول حاجة عتق رقبة، ما فيش الآن رقاب. فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. يبقى دي كفارة كده على الترتيب. أول شيء عتق رقبة غير موجود، يبقى بعد كده صيام شهرين متتابعين. مش أي حد يقول أنا لا أستطيع، لا، لازم إيه؟ يكون فعلا لا يستطيع. فإن لم يستطع انتقل للأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكين. بالمناسبة إطعام 60 مسكين هنا لا يجب أن يكون مرة واحدة، يعني ممكن كل شهر يطلع 10 20 إلى أن ينتهي من الإطعام. يقول قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، أف يعني. فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. ما بين لابتيها المدينة بين جبلين، حرة شرقية والغربية، فهو بيقول ما بين هذين الجبلين، يعني لا يوجد في المدينة أهل بيت أفقر من بيته. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. بوم الحديث ده بس فيه فوائد كثيرة عشان ما نخوضش في ما يخرج من الحديث والخلاف في الحديث، لكن هذا الحديث يثبت أن الكفارة في ذمته،
لأن هو لما كان غير قادر على الإطعام، لما جاء للنبي طعام قال له إيه؟ قال خذ هذا فتصدق به، يعني خذ هذا فأخرج منه الكفارة، يبقى تظل الكفارة في رقبته حتى يستطيع أدائها. يقول: وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، الإنسان الذي يستبني إنزال المني في نهار رمضان مختارا، هذا يفطر الصائم، بس الصحيح أنه ليس عليه كفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين، لكن يجب عليه قضاء هذا اليوم. قال: فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا بها. الأصل لو إنسان أفطر في نهار رمضان أنه يجب عليه القضاء، وثبت في حق الجماع أن فيه كفارة مغلظة اللي هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لمن لم يستطع. إذن فمن أنزل منيا في نهار رمضان مختارا متعمدا، سواء بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، فهذا يجب عليه القضاء، مع طبعا مع الإثم والحرمة والكبيرة، مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر الذي يفطر في نهار رمضان متعمدا، ولكنه يقضي يوما مكانه وليس عليه كفارة مغلظة. قال: أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. ودي من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنسان نام فاحتلم، يستيقظ يغتسل ولا شيء عليه، لا شيء عليه. مسألة تتعلق بهذا الجزء، لو أنه نام من الليل وكان جنبا فاستيقظ بعد الفجر صح صيامه، لكن يغتسل طبعا لصلاة الفجر، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث من المفطرات التقيؤ عمدا، ودي من الأمور للأسف اللي كثير جدا من الناس لا يعلم فرق بين التقيؤ عمدا وفرق بين الإيه، من غلبه القيء، من زرعه القيء. يعني واحد رجع غصب عنه، ده ما عليهوش حاجة، يمضمض بقه وصيامه صحيح. طب من استقاء عمدا، دخل صبعه في فمه فاستقاء، هذا من المفطرات. يقول: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى المسألة دي فيها دليل، ودايما احنا نعود نفسنا أي مسألة لازم نعرف ليه الدليل فيها. الرابع من المفطرات الحجامة. قال: هو إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة. قديما كانوا بيحتجموا بإيه؟ إن يمص الدم بفمه، ما كانش فيه الكاس اللي هو بتاع الحجامة ده. فبقول لك الحاجم لو أنه حجمه بهذه الطريقة يفطر أيضا. قال: ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. الصحيح في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فهنقول إيه؟ فنقول الصحيح أنه لا يفطر، لكن لو كانت الحجامة تؤدي إلى ضعف الإنسان، إنسان يبقى ضعيف فيفطر بسبب الحجامة فيأثم، وده معنى أفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذا سيؤدي إلى فطره. لكن الصحيح أن الحجامة في نفسها لا تفطر، أن الحجامة في نفسها لا تفطر. يبقى ده الصحيح أن الحجامة في نفسها لا تفطر، لكنها قد تكون سببا إلى الفطر، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المسألة فيها خلاف، وهذا الذي ذكرناه هو الراجح في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع به. الفصد اللي هو نوع من أنواع زي الحجامة كده، بس ده شق العرق، أو نعمل حفرة صغيرة في العرق من العروق. هنقول برضو حكم هذه الأشياء زي حكم الحجامة. التبرع بالدم أثناء الصيام الصحيح أنه لا يفطر. طب لو الإنسان عارف أن أنا لو تبرعت بالدم هضعف وهضطر أن أنا لازم أشرب سوائل، فنقول له يحرم عليه التبرع أثناء الإيه؟
أثناء الصيام، إلا إذا كان في تبرعه إنقاذ لمحتاج، يعني واحد لو محتاج تبرع دم ضروري وإلا هيموت، يبقى يجب عليه أن يتبرع حتى لو أدى لفطره ويصوم يوما مكانه بعد ذلك. ودي مسألة جميلة جدا، الشرع هنا بيراعي المصالح والمفاسد. إنسان هيموت زي واحد غريق، واحد صائم يقول لك أنا مش هقدر أنزل لأنه ضعيف، نقول له لازم تفطر وإيه وتنزل لتخرجه. قال: وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها. الخامس من المفطرات قال: خروج دمي الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وهذا لو كان يعني قبل المغرب بدقيقة يجب عليها الفطر وقضاء هذا اليوم. السادس من المفطرات نية الفطر. السادس من المفطرات نية الفطر، واحنا نفرق هنا بين نية الفطر وبين التردد في النية. يعني أنا صائم وتعبان وبقول أفطر ولا ما أفطرش، أنا لسه الآن لم أنوي فطرا فهذا ليس نية. لكن أنا صائم ونويت أني مفطر فهذه النية تقطع الصوم. قال: فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. دايما نسمع بعض الشباب يقول له أنا هفطر عليك، لو كان فعلا نوى الفطر يفطر والعياذ بالله، وهذه كبيرة من الكبائر. الصيام هذه عبادة عظيمة، هذه من أركان الإسلام، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في هذه العبادة العظيمة. فلو نوى فطرا، احنا قلنا فرقنا بين النية وبين التردد، ان هو بيفكر افطر ولا ما افطرش. غالبا بيكون الانسان مثلا مريض وكذا، فياتي عليه وقت اثناء الصيام فعلا بيفكر انه يفطر، بس لم ينوي فطرا فهذا لا يكون مفطرا. السابع والاخير من مفطرات الصائم الردة عن الاسلام. قال: لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك بالله عز وجل محبط لجميع الأعمال، ليس الصوم فقط، محبط للإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا أشرك الإنسان وارتد عن الإسلام بطل الصيام، ويدخل في هذا سب دين الله سبحانه وتعالى. سب دين الله كفر، كفر بالله، مخرج من الملة. هذا الإنسان بطل صومه، لا مش بطل صومه، بطل عمله كله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينطق الشهادة مرة أخرى. هذا رد عن الإسلام والعياذ بالله. فهذا الإنسان بطل صومه كله وبطل عمله كله، نسأل الله العافية. فالغرض المقصود أن السابع من المفطرات قال هنا الردة، لأنها تنافي معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فتبطل العبادة وتبطل العبادات كلها بها، والله مستعان والله أعلى وأعلم. هذه هي المفطرات التي ذكرها الشيخ هنا. أسأل الله جل أن ينفعنا بما علمنا. اللهم أمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.